أما أبو والدي الطفل هذه سجى بلاد جنيد، أنا كنت ساكن في بلد جبال البلد، فتسحرنا بعد صعودك احنا نروح ننام، فصار الدب في جنب البيت، فتفاجأنا شوي هيك مع الدب صحيح، فلقيت نار شاعلة في الغرفة اللي ايش اللي هي الثانية، فقمت أنا على السرير طلعت من الغرفة، فلقيت النار ايش دب في ايش في بنتي سجى الفرشة، فقمت على السرير طفيتها وخدنا سيارة ورحنا على كمال العدوان. كمال العدوان توجهنا إلى مستشفى الشفاء اللي هو حاليا، فقعدنا فيه أبو 4 5 أيام فيش إله طبعا، من دون علاج حطونا برهم هيك بس تصبير، والمشي فجأة هيك الجيش كبس علينا في الليل. الآن لما الجيش كبس علينا قعدنا يوم يومين ثلاثة لا أكل ولا شرب ولا علاج للطفل هذه سجن. الآن لما شفنا الإشي يعني طوال وإشي مو طوال، صار الجيش يزعق الكل يسيب المريض ويطلع من المستشفى. فأنا إيش اتجهت للممرض الدكتور، قلت أنا عمي بزبط بدغت بنت وأطلع وين فيها، فقال لي سنة شوف الجيش الإسرائيلي، فشاف الجيش الإسرائيلي، فالجيش قال له إيش؟ قال له طلعهم، فطلعت البنت هذه فتحت الامطار فتحت الشتاء على وجهها ايش في ايده والاجهزه في التنفس، فقال لي بقول له انا بروح كمان عدوان اعالج الطفل هذه، لو الجيش بقول لي لا من هنا هيك اطلع هيك على شارع الرشيد وعلى الجنوب، فاجيت في هذا الطفل سجى من الساعه 8 وصلت انا المغرب.